خصنا نستغلوا الحياه ديالنا نعيشوها بما داكشي اللي عندنا باش ما يحسوش براسهم بوحدهم ما يحسوش بوحدهم ما يحسوش اللي آه. اللي كيون بو سيغمونتي هذيك لا مالادي لا آه. مالادي لان هو مرض خطير جدا سهار. مرض خطير جدا ومكلف وصعب جدا يعني حتى غ... الاسر واخا يكونوا اغنياء يعياو لان يعني المراهم المراهم تعرف المراهم الطفل طيب القمري خصو كل ساعتين خصو ي... يعمل ليكرون تعرفوا ليكرون شحال تيزول مهم نعم في البيت في البيت في البيت كاين هاد الضو الضو تا هو خصو يتحتاطو منو كاين الليد خصو يستعملو الضو ديال الليد الثلاجة ما يقربوش ليها نعم الثلاجة هذاك الضو ديالها تتحل مع الثلاجة كيعطي هذاك كل... كيصدر هو لي غيون الجهاز نعم. ديال التلفزيون لي بورطابل كلشي هادي كيصدرو و... يعني ب... هو قليل ولكن تاثر وفي غادي تكلمي لينا على وسائل وادوات ديال الحمايه اكزاكتومون دونك خاصنا نعرفوا ان واحد الاداه ديال الحمايه اللي uh, uh, تعاد التجديد ديالها في 2012 uh, كان هذا في غرب فرنسا اللي هي في بواتي اللي آه، هي الخوذة الواقية لأطفال القمر باش كان طفل القمر في خارج في الزنقة كان بهذيك الخوذة اللي كتشبه ديال, ديال رواد الفضاء كتكون دايرة وتيكون يعني هي مثبتة هي عندها واحد الغشاء شفاف وتتكون مثبتة على واحد توب ديال الجرزي ويعني يعني هذاك الشف... الشفافيه ديالها ما كانتش متاحه قبل من 2012 كانت كانوا دي كاسك اللي فيهم واحد التوب آه، التوب اللي ما كيخليناش نتعرفوا على هداك هذاك الشخص اكزاكتومون دونك باش نعرفوا انه دائما كاين الامل وبعض المرات شي حوايج اللي كيكونوا بساط راهم تيغيروا من اكزيستونس كلها فالاطفال من قبل ما كانوش كيتعرفوا على بعضياتهم اللي كيخرجوا هذاك الشيء علاش واحد السيد سميتو فلوران يافيل كان هو ديك الساعه طالب في في الماستر ديال واحد التخصص اللي ما كاينش للاسف في المغرب دونك هذا هاد السيد كان متخصص في هندسه الاعاقه في بواتيه في غرب فرنسا هذا آه التخصص اللي جميل جدا اللي كي يعني كيتكلموا كي على هندسه الترويض على الاعاقه على الاداء الحركي وكانت عنده هذه الفكره ديال علاش ما نديرش واحد الغشاء يعني بحال ماشي زاجة ولكن هي واقية من لي ولكن كتمكن الاطفال من انهم يشوفوا بعضياتهم آه. ولكن يوقيو العيون ديالهم لان العيون ديالهم مستهدفه جدا بالسرطان سرطان آه. العين ف ملي دار هذيك التجربه وخرجت للوجود دار ان باش انه وليدات صغار يجيو يجربوا يجربوا في العشيه يعني في لابريميدي يعني باقي الشمس أه وجاو أه اطفال من 3 تل... سنين حتى ل 18 سنه